السياسة والتوقيت الزمني. عبد الرحمن أحمد أمين لك الكلمة. شكرا لزميل نايف بن سعود البلوي في التواصل في انطلاقات أشواط هذا المساء. كما ذكرنا أشواط الجد وأشواط المجد التي أعلنت انطلاقتها في أول هذا المساء. الكأس، إذن الكأس المفتوح، الكأس التي سميت باسم غالي على الجميع، كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لسن اللقاية، ذهبت إلى هملوله لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة بهذا الإنجاز المميز. ننطلق إذن بثاني الأشواط، نتابع ثاني التحديات، نتابع مسيرة الذهب وانطلاقات الذهب، نتابع تحديات هذا المساء وما تحمله من أسماء هنا في انطلاقة شوطنا الثاني، الشوط الخاص بالجعدان، وأيضا منافسات الشداد الذهبي في هذا الشوط. 10 أسماء في هذه الانطلاقة تحدد هذا المسار وتحدد مسار 5 كيلومترات. معطاب لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، هداد لهجن العاصفة، الواش أيضا لهجن العاصفة، برزان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ملبي لهجن الرئاسة، هداف لهجن الرئاسة، ودان لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. صايد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، هيت أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. إذن التحديات متواصلة والانطلاقات متواصلة، وذكرنا الأسماء التي تحمل هذا الشوط وتحمل جديد التحديات. أيضا هناك جديد هذا اليوم وانطلاقة هذا اليوم، حيث تم تسمية صاحبة الكأس المفتوح هملولة وتغيير اسمها إلى الظفرة التي ظفرت أيضا بناموس أول الكؤوس هنا على هذا الميدان، كأس اللقاية المفتوح. نسير ذنب هذا الشوط، نتعرف على مساره، نتعرف على انطلاقاته، أيضا نتابع المراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق. هداد هناك بدأ بتهديد المقدمة لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير يتولى قيادة هداد على الصدارة، بينما المركز الثاني ملبي على ثاني المراكز. هناك لهجن الرئاسة وأيضا التضمير سعيد بن شطيط الوهيبي، بينما المركز الثالث، نتابع المركز الثالث هنا في ثالث المراكز، معطاب لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، عبد الرحمن بن سلمان العتيبي ضمره، بينما المركز الرابع هذا هو هيت في المركز الرابع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، التضمير حمد بن محمد بن جهويل المري، والمركز الخامس يأتي هداف على المركز الخامس لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي في التضمير. مراكزنا الخمسة الأولى تحمل تهديد الصدارة وتحمل تهديف المقدمة والناموس وتحمل انطلاقات تلبية نداء المضمرين، وهناك أيضا معطاب وكذلك هيد. 5 من الأسماء هي التي تقدمت في هذه اللحظات دائرة إعلامنا في انطلاقات الأشواط الرئيسية الأولى. عودة إلى الصدارة، عودة إلى من تصدر من البداية مع آخر كيلومترين، مع آخر تحدياتي
هذا الانطلاق وهذا التواصل. هناك على المركز الأول هداد، هداد على صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة وتهديد مقدمة هذا الشوط من البداية من انطلاقة هذا الاندفاع. هداد مع الشداد على مقدمة هذا الشوط والتضمير، واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير في انطلاقة هداد ملبي على المركز الثاني، يريد التلبية، يريد أيضا استكمال نداء الظفرة كما كانت هناك على مقدمة الشوط. هنا في انطلاقته ملبي على ثاني المراكز لهجن الرئاسة والشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي، هنا الواثق والشاطر والصدارة ما بينهما على انطلاقة هذا الشوط بمسار الاثنين، بمسار الاثنين بهدوء أعصاب الاثنين. الواثق هناك مع هداد وملبي مع الشاطر، ما شاء الله اسمين وأيضا انطلاقين في بداية هذا الشوط، حيث الصراع المحصور ما بين هداد وما بين ملبي في المركزين الأول والثاني، وتحدي الصدارة، تحدي البداية الأولى. هناك على المركز الثالث يصل أيضا هداد، يصل هداف، يبغى يهدف هداف، يبغى يسجل هداف، هداف لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي. يا سلام، الكيلومتر الأخير، آخر كيلومترات التحديات والصراع والمنافسة والانطلاقات. على المركز الرابع يعود صايد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ولكن العودة، العودة مع الكيلومتر الأخير لنجمي هذا الشوط. هناك هداف، هداد على الصدارة وأيضا ملبي في انطلاقة هذه اللحظات، انطلاقة هذه التحديات، اللحظات الأخيرة التي تسبق هذا التنافس وتسبق هذا النداء، تسبق هذه اللحظات. ما شاء الله، شاهد يا اللي بتشاهد، شوف يا اللي بتشوف، الشداد هناك في انتظار، في انتظار الفائز، في انتظار من يمتلك هذه الانطلاقات وهذه التحديات، اللحظات الأخيرة. ملبي أم هداد؟ هداد أم ملبي؟ ملبي ولا هداد؟ هداد يا سلام، الاثنين 400 متر أخيرة، صراع العمالقة، صراع الجبابرة، صراع الكبار، صراع الأسماء، ملبي وهداد، هداد وملبي، ملبي ملبي ملبي، لبى النداء ملبي، لبى النداء ملبي، لبى أيضا نداء ملبي، لبى نداء الشاطر، وتعملق هناك على المقدمة. أيضا تهانينا والناموس للمرة الثانية لهجن الرئاسة على هذا الإنجاز وإنجاز ملبي، وتهانينا لك يا شاطر المضمرين سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الثاني هداد لهجن العاصفة، والمركز الثالث هناك الهداف أيضا، والمركز الرابع يتواصل بالانطلاق هناك، واللحظات التي سجلت هذه الإنجازات. ملبي إذن يفوز بهذا الشوط، يعلن أيضا انطلاقه في هذا الشوط. وما شاء الله نشوف التوقيت الزمني، التوقيت الزمني اللي تسجل مع ملبي في انطلاقة ثاني، هذا هو التوقيت الزمني الذي صاحب ملبي على خط النهاية، 7 دقائق بدون شك 22 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لسعيد بن شطيط الوهيبي، ما قدمه من أداء مميز في فوز ملبي بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. هنا المركز الثاني هداد على المركز الثاني، 7 دقائق 25 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية بهذه الانطلاقة. إذا على بركة